حسيت إن الدنيا كلها قفلت في وشي. شركة بابا الله يرحمه اللي بناها وكبرها طول حياته بتنهار قدامي، ومراتي غضبانة وسايبة البيت بسبب عصبيتي، وإني دايما بفكر حياتي بتنهار قدامي. بس جالي اللي غير حياتي كلها وشقلبها. أنا مصطفى، عندي 37 سنة، متجوز وعندي ولدين. حياتي المادية كانت كويسة جدا. حكايتي بدأت من 6 شهور تقريبا، لما حصلت مشاكل في شركة أبويا اللي سابها لي. كنت قاعد في مكتبي ومعايا محمد صاحبي، ولقيته بيقول لي: يا ابني سيبها على الله، والله بكرة هتتدبر، بس انت قول يا رب. قلت له: بكرة؟ بكرة امتى؟ انت مش عارف حاجة، انا مخنوق يا محمد، انا مخنوق، ورايا التزامات وحاجات كتير قوي، لو ما تسددتش في ميعادها هتبقى كارثة. بصلي محمد وضحك وقال لي: يا سيدي سيب بكرة الرب بكرة، ربنا موجود، بس انت طلع حاجة لله وقول يا رب فك كربي، وساعتها كل شيء هيتحل. اتعصبت عليه وقلت له: اطلع ايه لله؟ بقول لك انا قربت اشحت، لو سمحت سيبني في حالي. ومشي محمد وسابني لوحدي. وانا روحت البيت ولقيت مراتي نرمين قدامي، ولقيتها بتقول لي: مالك يا مصطفى يا حبيبي، فيك ايه؟ في حد يكشر كده في يوم عيد جوازه؟ قلت لها بغضب: طبعا، ما انتي مش عارفة حاجة، عايشة ولا على بالك اي شيء، ما انا اللي شايل الهم لوحدي. قالت لي: طيب قولي في ايه بس؟ قلت لها: في اني خلاص كلها شهرين واعلن افلاسي، والشركة هتضيع مني. قالت لي: ولا يهمك، فداك اي شيء، المهم انك بصحتك واننا بخير. اتعصبت عليها وقلت لها: صحة؟ هعمل ايه بالصحة؟ انا راجل اخدت على عيشة معينة وحياة معينة، ومش هينفع اقل عنها. اسمعي يا نرمين، انا مش هينفع اظلمك معايا، اتفضلي روحي عند اهلك، انا الفترة الجاية حياتي هتبقى متلخبطة، وانتم مالكوا الذنب. لقيتها قالت لي: انت بتقول ايه؟ الست الاصيلة بتقف مع جوزها في كل ازماته، زي ما شفت منك كل خير، مستعدة واجه معاك مصيرنا المجهول. وبعدين ياما ناس عايشين وراضين بالقليل، قولي الحمد لله يا مصطفى. حسيت ان كلامها فض مجالس، وان يعني هي بتقولي كده عشان ما يبقاش شكلها وحش قدامي. سبتها ودخلت قطي وفضلت حابس نفسي فيها. ولما خرجت تاني يوم لقيت نرمين محضرة الفطار. تخيلت البيت وهو من غير عفش ومعناش حق اللقمة. وفي ثواني لقيتني بقول لنرمين: نرمين انت طالق. لقيتها اتصدمت وقالت لي: انت بتقول ايه؟ انت قلت ايه يا مصطفى؟ ليه كده؟ انا عملت لك ايه للدرجات دي؟ اشتنى غلبك؟ انت فاكر اني عايشة معاك عشان مستوانا المادي؟ انا بحبك، لكن للأسف حتى لو بقى معاك كنوز الدنيا وجيت تقولي نرجع، مش هوافق ارجع لك. ومشيت نرمين واخدت الولاد، وفضلت قاعد لوحدي. ما حاولتش حتى ان اصالح مراتي، ولا حتى اطمن على ولادي. كنت شايف اني كده صح، وانهم في امانة عند حماية وحماتي. وبعد اسبوع لقيت محمد جالي البيت بعد ما لقى تليفوني مقفول، ولقيته بيقول لي: مالك يا صاحبي؟ قلقتني عليك يا عم، روق، بكرة تروق وتحلق. قلت له: امتى؟ امتى بس؟ انا حياتي بتتدمر يا محمد، على يدك اهو، الشركة محتاجة فلوس كتير عشان تقوم من تاني، بعد ما دخلت واحد شريك معايا واخد الفلوس وهرب. انا طلقت نرمين عشان خفت عليها من الفقر اللي ممكن اعاني منه الفترة اللي جاية، كده احسن ليها وللولاد. لقيت محمد بيبصلي وانا صعبان عليه، ولقيته بيقول لي: حقيقي انا ما شفتش حد زيك كده يا ابني، تفائل، انا عمري ما شفتك مرة بتدعي او بتصلي. يا ابني ربنا موجود، روح له، روح له انت بس وقرب منه، وصدقني كل مشاكلك هتنتهي. اقولك يلا بينا نصلي في الجامعة. قلت له: طيب يلا بينا. ونزلنا ودخلت الجامعة. حسيت ان قلبي اتنفض لما سمعت امام الجامع بيقول: واذا سألك عبادي عني فاني قريب. حسيتها رسالة من ربنا ليا. دخلت اصلي وبقيت بعيط من شدة الخشوع والخوف. وبعد ما صليت خرجت انا ومحمد، وحسيت ان قلبي ارتاح، ولقيته قال لي: ها
حاسس بإيه دلوقتي؟ قلت له حاسس إني عايز أفضل ماشي كده، مش عايز أروح. قال لي وأنا معاك للصبح. وفضلنا ماشيين لحد ما لقيت واحد غلبان قاعد بيبيع لعب أطفال في الشارع، بس كان بيضحك، وكل طفل بيشتري منه كان بيفضل يضحك ويهزر معاه. لفت انتباهي قوي الراجل، باين عليه إن حالته المادية صعبة قوي. حسيت إن عايز أقرب منه أكتر، ورحت له أنا ومحمد، ولقيته بيقول لي: خير يا بي، عايز لعبة الحمادة ولا الميادة؟ عندي دي وعندي دي، نفعني بأي حاجة. قلت له هات لعبتين. قال لي: يا فرج الله، والله يا بي ومليك علي حلفان، آخر لعبتين لسه رفع إيدي وبقول يا رب يا رب اجبر بخاطري وخلينا روح بدري أقعد مع العيال. قلت له: أنت إيه حكايتك واسمك إيه؟ قال: أنا اسمي صابر يا بيه، بشتغل في لعب الأطفال وبقعد هنا كل يوم، وربنا بيكرمني، والله عمري ما روحت البيت إلا وأنا جايب العشاء، ومعايا كمان فلوس لغدا تاني يوم. بس عندي ابني تعبان وعايز يعمل عملية، وطبعا ما باليد حيلة. قلت له: طب ليه ما قدمتش في شركة ولا شفت شغلانة تانية مكسبها أكبر؟ قال لي: يا بيه، أصحاب الشركات بيبقوا عايزين شباب، وأنا بقى عمري 40 سنة، يعني ما بقتش مطلوب قوي، ده غير إن لسه ربنا كتب لي رزقي في بيع لعب الأطفال، المهم إنه بيبعت لي رزقي ورزق عيالي. سبت ومشيت، وعرفت أنا قد إيه ما كنتش حاسبها صح. أنا والراجل ده وكلنا حالنا زي بعض، كلنا ربنا مقسم لينا أرزقنا، وكل واحد واخد حقه بالتمام والكمال. الراجل ده اداني كمية طاقة إيجابية كبيرة قوي. وقلت لمحمد: بقولك إيه، هو عيد الأضحى إمتى؟ قال لي: كمان أسبوع. كل سنة وانت طيب. قلت له: وانت طيب، يلا بينا نبيع العربية بتاعتي عشان عايز أضحي السنة دي. قال لي: في الظروف دي؟ قلت له: أيوة في الظروف دي. وفعلا بعت العربية وقررت إن أضحي. ويوم الوقفة رحت لنرمين وقلت لها: حقك عليا، أنا كنت تايه، بس صدقيني ربنا فتح عيني على حاجات كتير قوي ما كنتش واخد بالي منها. على فكرة أنا ما بقتش أفوت فرد واحد، ده غير إني كمان دايما ذكر الله في لساني. أنا آسف يا حبيبتي. لقيت نرمين فرحت قوي باللي قلته، وقالتني: أنا كنت دايما بدعي لك إن ربنا يهديك ويعدي الأزمة دي على خير، والحمد لله أنا فرحانة إنك اتغيرت. ونرمين والأولاد روحوا البيت، وأول يوم العيد رحت عند صابر وأنا في إيدي كيس لحمة، ولقيته قاعد وعلى وشه ابتسامة رضا وبيبيع اللعب. ولقيته قال لي: أكيد عايز لعب العيد، كل سنة وانت طيب يا بيه. قلت له: وانت طيب، امسك دي حاجة بسيطة مني. لقيته بيقول: يا فرج الله، ألف حمد وشكر ليك يا رب، متشكر قوي يا بيه، جت في وقتها. مش قلتلك مفيش مرة قلت يا رب غير لما ربنا حقق لي اللي انا عايزه. حسيت وقتها انه كان محتاج كيس اللحمة، وسبته ومشيت وانا عيني مليانة دموع من جمال الراجل ده وكم الرضا اللي عنده. وقضيت العيد وسط ولادي، وبعد العيد لقيت تليفون جالي من محمد، ولقيته بيقولي: الحق يا مصطفى، الحق بسرعة، الشرطة لقت شريكك النصاب ومعاه فلوسك كلها، الحمد لله ما كانش لاحق يتصرف فيهم، تعال حالا على الاسم. بقيت مش مصدق نفسي وطاير من الفرحة، سجدت لله وقلت: ألف حمد وشكر ليك يا رب. وحياتي رجعت أحسن من الأول، وأول شيء فكرت فيه إن أروح لصابر، وقلت له: يا عم صابر، ممكن تشتغل معايا في الشركة بتاعتي؟ قال لي: إيه ده بجد يا بيه؟ بس أنا عندي 40 سنة. قلت له: مالكش دعوة، أنت هتبقى عامل بوفيه وهديك مرتب كويس جدا. ولما صابر سمع الراتب فرح قوي، وقال: يا فرج الله، ألف حمد وشكر ليك يا رب، مش عارف أقول لك يا بيه. قلت له: أنا كمان هتكفل بعملية ابنك وملكش دعوة بأي شيء. لقيته عيط من الفرحة وقال: سبحان الله، كل شيء ولمعاد. تعرف يا بيه، أنا كنت كل يوم بدعي بصدق وبمنتهى الإيمان إن ربنا يكرمنا ويوسعها علينا ونعمل العملية لابني. سبحان الله، ربنا سخرك ليا وجعلك سبب يا بيه. وابن صابر عمل العملية
وبقى كويس قوي، وصابر بقى بيشتغل معايا، وحياتي اتغيرت للأحسن لما قلت يا رب. ولما عملت اللي عليا وفي مقدرتي حسيت قد ايه الانسان بيبقى محاط بنعم ربنا ومش بيحس بيها عشان بيفكر في اللي راح منه. عشان كده خليك عارف ان اللي راح ما كانش ليك، ويمكن لو كان فضل موجود معاك كان هيبقى مش في صالحك. ارضى باللي ربنا قسمهولك، اسعى واجتهد وارضى، ساعتها هتعيش سعيد.